بقى في عز ما الدنيا كانت مدربكة وكل واحد مشغول في الحاجة اللي بيعملها ومركز وكل واحد يعتبر في عالم لوحده، قلت استغل الفرصة واغفلهم واخش اعبر لنتاية النعام عن اعجابي بيها. تسعمية تلاتة وسبعين ضعبت ده ولا ايه؟ يا 973 يا كيلو 270 يا 270 طب 902 يا 902 انا والله ما فهمنيش غلط، ده مجرد رقم مجرد رقم والله، وما قصدي اي باي حاجه خالص، وانا اصلا جاي علشان اقول لك القصيده اللي انت قلتها لي اقولها لك دلوقتي. الذكر محضر لك قصيده ان هو يعني راجل بيغير وكده، ده حاجه ما تعبوش في حاجه، فانا استرجعتها بذكرياتي كده انا وهو زمان ايام ما كنت بعمل فيديوهات ده بسماش وكده، كانت قصيده للاستاذ الشاعر هشام الجخ يعني بيبرر فيها موقف الراجل ده، والقصيده بتقول ايوه بغير ايوه بغير ايوه بغير ايوه بغير، لا نقصان ولا ضعفان ولا زايغ من عين الضيق ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير. واللي قالوا لك غير الراجل قلة ثقة أو قلة فهم، خلق حمير غير الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش وإحنا صعايدة بنستحملش، شمسنا حامي وطبعنا حامي وعرقنا حامي، واللي تخلي صعايدي يحبها يبقى يا غلبها، أصلنا ناس على قد الطيبة كلنا هيبة، والنسوان في بلادنا جواب، طب لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس ولا هتكفي الأوضة عليها بمية ترباس، يمكن حتى تأجر ليها جوزين حراس، يبقى أنا لنا غافل ولا جاهل، كل الفرق ما بيني وبينك إن صعيدي ينعل أبو ده اليوم اللي كحل اللي لا ليه آخر ولا أول، اللي طلعت لقيتني صعيدي، لو كان بيدي كنت أعمل لك هندي بريش وأقلب شعري كنيش قرابيش والبس لك سلسله متدلدله خرزه وقلب، بس ازاي البس لك سلسله هو انا كلب؟ ثم العبره ما هيش في اللبس، اصل المشكله مش في اللبس، اصل المشكله عندك عندك، قلت هسيبها وبكره تحس بعده تحس بعده تحس، ده انا لو جبت كنت زعقت، ماشي صداقه وماشي زماله بس ما جتش على رجاله، ما هي نسوان الدنيا كتير، ولا ما بقولش تخاصم الناس ولا تعتكفي وتسكني دير، بس يا ريت حب التقدير اني بحبك واني بريدك واني غزلت بنات الدنيا عقود على جيدك واني تعبت من التفكير واني بغير بذمة امك ما عجبتكش، والله استقول بقول والله فجأة خد بس تعال قول الحياة والله، شوف بيمشي ازاي عشان يعمل نفس اللي هو يعني ايه بسمعش، يعني هو كان مشغول في حاجة يعني، تعالى بس قول الحياة بجد عجبتك ولا ما عجبتك. انا على فكرة ديت هدية مني للحاجة يعني للجماعة بمعنى اصح، مش هقول اسمها خلاص بطلت اقول اسامي عشان دخل في حياتكم تاني، شوف برضه عامل نفس اللي هو يا عم خد بقى بلاش كده بقى، طب يا عم براحتك خلاص انت عجبكم اهم حاجه، انت سيبك الواد ده مش مظبوط مش محلو مش سالك من جوه كده عجبك خلاص، لا طالما عجبك بص انا بهدها اصلا دي ليك من الاول، بس انا كنت بختبره هي ليك خلاص اعتبرها ليك. ايوه بغير ايوه بغير ايوه بغير، لا نقصان ولا ضعفان ولا زايغ من عين الضيق ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير. واللي قالوا لك غير الراجل قله ثقه او قله فهم، خلق حمير غيرت الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش